تأجلت عدة مرات وغاب الاستحقاق، فهل سيحسم في جلسة السبت؟ جلسة أكد على أهمية عقدها الإطار ودعا النواب للحضور الحاشد، فمن سيستجيب؟ خياران ينتظران الحسم بالتصويت، كلاهما رجلي قانون ومن نواب الدورات السابقة، يمتلكان المقبولية السياسية والنيابية، ولا ملاحظات على أي منهما، فمن سيكون الأوفر حظاً ليتربع على كرسي الاستحقاق؟ نزال قد تحسمه جولة وقد يطول لجولات، وخيار النواب في الصناديق السرية سيد الموقف. من سيحظى بأكثرية الأصوات؟ هذا ما ستفصح عنه جلسة الغد، إذا ما كان للنصاب كلام آخر. أهلا بكم. أرحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام، أجمل ترحيب. إذن للحديث عن ملفنا الأول بخصوص جلسة البرلمان ليوم غد السبت لحسم استحقاق رئيس مجلس النواب، سيكون معي في الاستوديو الباحث في الشأن السياسي الدكتور عمر الناصر. مرحبا بحضرتك. حياكم الله. رئيس مؤسسة نرامسين للحوار والتنمية المجتمعية الدكتور حيدر البرزنتشي، مرحبا. حياك الله. أهلا بحضرتك دكتور. أبدأ مع جنابك، ما توقعاتك لجلسة يوم غد؟ هل سيكتمل النصاب والتصويت سيكون لصالح من؟ تفضل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة لجنابك ولضيفك الكريم متابعي قناة الموضوع. تأخر هذا المنصب كثيرا بالتزامن مع الاستقرار السياسي، بالتزامن مع الدور الحكومي. نحتاج إلى المؤسسة التشريعية، وإن كانت في تلك الفترة كانت مدارة من قبل الأخ المندلاوي وأحسن الإدارة جزاه الله خيرا، لكن الصراع السياسي داخل البيت السياسي السني أدى إلى التأجيل، إلى الترحيل، إلى التسويف. الأخوة في الإطار التنسيقي الشيعي أرادوا أن يعطوا فرصة كاملة وكافية من أجل التفاهمات وعقد الاتفاقيات للخروج. ظروف الجلسة الأولى واضحة أعتقد للمتابعين والمشاهدين، أما يوم غد أنا أعتقد ملامح وظروف الجلسة الأولى اختلفت عن ملامح وظروف الجلسة الثانية. هناك محاولات لعدم انعقاد الجلسة، يقودها تقدم، يحاول أن يسوف، يحاول أن يستنزف الوقت. السبب هو أنه تعرف حضرتك المرشحين كلاهما، مثلا الدكتور المشهداني والأستاذ سالم العيساوي تحديدا، هو اللي من المنطقة نفسها حاولوا الأخوة في تقدم أن يبعدوا هذا المنصب والمكان عن المحافظة الأنبار تحديدا لأسباب عديدة لا يسع البرنامج ذكرها. الأمر الآخر، أنا أشوف أنه الأخوة أعضاء مجلس النواب أمام تحدي حقيقي وواضح. طبعا سمعنا في الفترة السابقة هناك عروض قدمت ونزاهة أيضا حققت، نخشى أنه تتكرر هذه الحالة. عندنا معلومات، هناك اتصالات فرعية بينية على نائب هسه اللي ما يحضر يرجو أنه لا يحضر، اللي يحضر قد تكون هناك أكو سيناريو طبعا معد هو إحداث فوضى وشغب لرفع الجلسة. وبالتالي احنا طلبنا من خلال مواقع التواصل السيد النائب الأول أو رئيس مجلس النواب بالإنابة
أن يكون هناك الحفاظ على الجلسة. ليش دكتور إحداث فوضى؟ بالتالي المرشح الآخر أيضا لديه ضمانات، لديه كلام من داخل الإطار التنسيقي، ولديه أيضا نواب من الممكن أن صحيح يكون منافس. جيد، هو هنا إذا رجحت، وهي هذه إذا يعني نخليها في باب أنه ممكن أن يحدث هناك سيناريو. أنا لا أتحدث عن شخص السيد المشهداني، شخص محترم وأخ عزيز، وبالتالي نعم لديه فريق مؤيد، وبالمقابل أيضا أكو فريق آخر. بالنتيجة مجلس النواب والنواب هم يختاروا، وأنا أعتقد أنه كثير من النواب قد لا يلتزم بتوصيات وبإشارات رؤساء الكتل والكيانات السياسية. هو يختار باعتبار مؤسسة مؤسسته، وهذا دوره في تمكين من هو الأفضل، من هو الأصلح. نعم هناك فريقين حتى داخل إطار التنسيق. هو نسأل شنو ليش هذا الاختلاف داخل إطار التنسيق؟ اليوم نشوف نص داعم لمرشح تقدم ونص الثاني داعم. يعني في الجلسة الأخيرة يوم أمس كانت هناك جلسة في بيت سماحة الشيخ همام حمودي في مكتبه، وجلسة الإطار خرجت بالتالي: نحن لسنا لا نقف مع أو ضد، زين، نترك الحرية للسادة النواب. نعم الأخوة جزء منهم أو كيان من عندهم دولة القانون، وتحديدا البشائر أعلنوا موقفهم بصراحة. الأخ شبل الزيدي كذلك أعلن موقفه، لكنه بقية الإطار موقفهم مو هذا. قد يختلف، تعرف حضرتك ساعات الحسم الأخيرة دائما علمتنا المواقف. شنو كان موقف البشائر؟ بشائر أعلن السيد يعني الياسر المالكي من خلال تغريدة أنه داعم لمرشح السيد الحلبوسي. السيد الحلبوسي أو فلنقل أنه مرشح الصدارة ومرشح التحالف اللي حصل مؤخرا. هذا معناه أنه دولة القانون ككل داعم ليس لمرشح. كل هاي المفارقة أيضا، ليس الكل داعم. يعني هناك من هو في دولة القانون، خصوصا بعد ما كان الموضوع مختلف. يعني السيد المالكي حج المالكي في بداية الأمر كان داعم لمرشح الصدارة قبل أن تكون هناك صدارة. جيد. ولكن بعد أن ذهب السيد المشهداني وائتلف مع الحلبوسي وتقدم، هل بقي هذا الدعم نفسه؟ لا أعتقد ذلك. وبالتالي هو السيد المشهداني خرج من السيادة لأنه السيادة تحالفت مع تقدم. لاحظ المفارقة في بداية الأمر أيام التحالف الثلاثي. يعني هل من الممكن أن يدعم السيد المالكي سالم العيساوي؟ وأزيدك من الشعر ديت، بعد أن جمعوا تواقيع للذهاب باتجاه مو إقالة، وإنما هناك طلب كان مقدم من الأخوة في البشائر أو دولة القانون وتقدم فيما يخص محافظ بغداد، والسيد المالكي نزل بصمة كانت واضحة وصريحة برفضه لهذا الموضوع جملة وتفصيلا. فلذلك أنا أعتقد المواقف قد تتغير، والحسم قاب قوسين أو أدنى. جيد. دكتور عمر، رحب حضرتك مرة أخرى. شكرا. قراءتك أيضا للموقف، من الأوفر حظا في جلسة يوم غد، ومواقف الكتل السياسية؟ تعرف اليوم حتى الإطار منقسم بمواقفه ودعم المرشحين الاثنين. أمزيان ما عدنا أكثر. بداية شكرا جزيلا لجنابك الكريم والأستاذ حيدر زميلي وصديقي المحترم. يعني أنا لدي تعقيب فقط على موضوع أنه الإطار التنسيقي بهذه المرحلة تحديدا أن لا يذهب باتجاه أن يقف لشخص على بجانب شخصية على حساب شخصية أخرى. هو ينبغي أن تراجع هذه يعني هذه الفكرة، لأن الموضوع فيما لو يعني ذهبنا إلى موضوع المصلحة الوطنية، هل سوف يقف الإطار على التل ويراقب؟ أعتقد بأن هذا الموضوع غير صحيح. بل شنو الوقوف شنو بالمنطقة يكون موقف الإطار مثلا؟ يعني أعتقد أنه توحيد الرؤى في داخل الإطار هو أمر ضروري جدا للذهاب إلى مرشح سين أو مرشح صاد. زين. لأن بهكذا طريقة والوقوف في المنطقة الرمادية سيجعل هنالك تشظي إضافي بالقرار السياسي، خصوصا جلسة يوم غد جلسة حساسة جدا. أنا أعتقد أنه الساعات الخمس الأخيرة سوف تكون هي الحاسمة بكل الأحوال، ولكن الجولة الأولى باعتقادي هي لن تحسم إلا بعد الذهاب لجولة ثانية.
وموضوع التأجيل أو موضوع أن يكون هنالك سيناريو ربما يذهب إليه تقدم بخصوص موضوع التأجيل أو إثارة فوضى أو إلى موضوع التأجيل، هذا أمر طبيعي جدا. موضوع التأجيل يخدم أي جهة وليش؟ يعني اليوم خلينا نتكلم بواقعية سياسية وواضحة، السيد الحلبوسي يحافظ يذهب للحفاظ على المكتسبات لكون أنه كان يعني رئيس مجلس نواب سابق، وهو يرى بأنه يعني لا يوجد من يتحمل مثل هذه المسؤولية مثل ما تحمل هو المسؤولية عندما كان رئيس مجلس نواب حسب اعتقاده. لذلك اليوم فريق بالشارع يقول لن يكون هنالك رئيس برلمان بعد الحلبوسي، وهذا أمر خطير جدا أن نختزل الطيف السياسي السني بقياداته وبشخصياته وبزعاماته بشخصية واحدة، أعتقد هذا أمر خطير. لكن بكل الأحوال القرار اليوم هو ذاهب باعتقادي إلى أن يكون هنالك حسم لهذا الموضوع، حتى وإن كان هنالك موضوع للتأجيل أو ربما لإثارة فوضى أو إلى آخره، الموضوع سوف يحسم بكل الأحوال، لأن هذا الشيء هو يتعلق بأمن وسيادة وتشريعات الدولة، وإذا لم يكن هنالك قرار حقيقي وواقعي ووضوح من قبل الكتل السياسية دون الذهاب إلى التماهي، دون الذهاب إلى المجاملات السياسية، سوف تكون هنالك عملية سياسية عرجاء. ناهيك عن أننا لمسنا في المراحل الماضية كيف كان البرلمان يدار وكيف كانت هي الأمور تجري داخل مجلس النواب. وأما بخصوص ترشيح السيد سالم العيساوي، أعتقد بأنه هو الشخص هو قريب جدا للكثير من الكتل السياسية، وأغلب النواب هم أصدقاء له ويعرفوه بصورة شخصية. نعم. ونحن بحاجة اليوم لقرار سياسي ومطرقة برلمان حديدية يحملها من توجد لديه القدرة على حملها بدون تردد أو بدون أن يكون هنالك هروب إلى الأمام. هذه هي تحددها الكتل السياسية. الإطار التنسيقي اليوم مطالب بأن لا يقف في المنطقة الرمادية كما ذكرت، حتى يكون هنالك قدرة على أن نحسم هذا الموضوع. إذا ما حصل السيد سالم على الأغلبية، ما هو السيناريو المتوقع؟ يعني هو لا يوجد هنالك لحد هذه اللحظة سيناريو غير متوقع، جميع السيناريوهات هي واردة. لكن هل سوف تستمر جلسات مجلس النواب بدون رئيس مجلس نواب على اعتبار بأنه هو استحقاق قانوني ودستوري للطيف السياسي السني؟ وهل سوف يستمر البرلمان يدار بالوكالة وتدار الدولة بالوكالة؟ هذا الاحتمال وارد جدا، لأن بما أنه أكو رغبة من قبل بعض الأطراف اللي لها ثقلها السياسي داخل المكون السني، رغبتها بأن يبقى المنصب فارغ إلى انتهاء الدورة، والوعود اللي أعطيت من قبل زعماء داخل الإطار التنسيقي، من الممكن أن يكون هذا الاختيار مرجح جدا. يعني هو نحن لا نذهب بالرغبات، المجاملة السياسية ينبغي أن تتوقف عند حدود صيانة الدولة، وهذا الموضوع وهذا المنصب هو ليس حكرا على شخصية معينة، بل هو يتعلق بطيف سياسي كامل وبمكون يذهب باتجاه أن تكون له حقوق دستورية من خلال الذهاب إلى أن يكون هنالك شخصية قادرة على إدارة مجلس النواب بشكل صحيح. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هذا اليوم، هل تستحق فترة ال 11 شهر المتبقية كل هذه المناكفات السياسية وكل هذه التعقيدات وكل هذه التأجيلات وعملية التحشيد الإعلامي من قبل طرف على حساب طرف آخر على حساب الدولة وكرامتها؟ هذا سوف يجيب عليه المنتظم السياسي. جيد دكتور حيدر، على ما يبدو أن هذه المرة هناك رغبة خاصة من بقية المكونات تحديدا الإطار التنسيقي بحسم هذا الملف، والموضوع كان واضح من جدول أعمال مجلس النواب اللي وضعوا بقوانين أخرى تزامنا مع جلسة الاختيار مثل عيد الغدير وقانون المفوضية لانتخابات إقليم كردستان حتى يحضرون. إذن موضوع النصاب يوم غد إن شاء الله مكتمل لا محال إذا ما حصل أمر آخر. يقول لك في حيرة خليتونا الإطار التنسيقي،
يعني ناس داعمه هيك وناس داعمه هيك، احنا بتريد نحسم هذا الملف وانت ليش انقسم الاطار على شخصيتين؟ شلون ينظر الاطار لكل المرشحين؟ يعني مبدئيا هي هاي الديمقراطيه خو بالنتيجه الاطار فئات وجهات سياسيه متعدده لها رؤى مختلفه لها نظريه ونظره في الشخصيه المرشحه. بالنتيجه واحد سالته من الاخوه قال قلبي مع فلان وعقلي مع فلان، قلت له شنو هاي بين قوسين يعني العقل هو المرجح او هو المرجح عفوا على القلب احيانا في كثير مواقف لا سيما في المواقف السياسيه، مو قلت له مو علاقه يعني هي اجتماعيه حتى ممكن نقول بها كذا وكذا. اكو مميزات وصفات يحملها الاخ سالم العيساوي، وبنفس الوقت اكو مميزات وصفات يحملها الاخ محمود المشهداني. اخونا الاستاذ سالم العيساوي اولا شخصيه شابه ما مسجل عليه شيء، لا مواقف طائفيه ولا مواقف جانبيه يراد ان يلصق بشخصيه معينه او انه داعمه. بالنتيجه كل الكتل السياسيه في كل الفريقين في كلا الفريقين يجب ان يكون هسه ضمن كتله سياسيه معينه، مو بالضروره يحمل افكار تلك، يعني لا يمكن لا تزر وازره وزر اخرى. انا ما اقدر احمل اليوم استاذ عمر اذا هو منتمي مثلا لجهه سياسيه معينه كل اخطاء الجهه السياسيه، بالنتيجه هو كيان وشخصيه وله وجوده. الاستاذ الدكتور مشهداني له مواقف ايام التحالف الثلاثي حقيقه، وان كان رئيسا للبرلمان سابقا لم ينجح في تلك المهمه، اضطر الى ان يقدم استقالته عمره، تعرف حضرتك تقدم العمر هاي انذاك وهسه تجي بعد مرور كم سنه اي مو هي هنا ما بدا مما عدا، هل الله سبحانه وتعالى مثلا بدل نظريه البداء امد ان شاء الله يمد في عمره اخ عزيز ومحترم، لكنه البرلمان بحاجه ان يكون متوافقا ومنسجما مع الاداء الحكومي، البرلمان بحاجه الى هدوء سياسي، البرلمان ليس بحاجه الى تشريعات سياسيه، احنا امامنا تحديات كبرى، يجب ان يكون هناك تنسيق ونسق واحد في هذه العمليه الثلاثيه اللي يقودها او يقودها الاطراف الثلاثه لا سيما الحكومه والسيد رئيس الوزراء. رجل وطني عنده صفات ومميزات، نفس الوقت ملاحظات موجوده على السيد محمود المشهداني، لماذا؟ باعتبار انه كان له دور سابق، يعني كانت هناك له تجربه. سيد سالم العيساوي حضرتك تتحدث انه لم ينجح في تلك الدوره. نعم شنو اللي يجبر اليوم نتحدث عن شخصيات كبيره داخل الاطار التنسيقي؟ يعني جزء من الاطار داعم لمحمود المشهداني لو داعم للسيد الحلبوسي بناء على الكلمه اللي اعطاها. لا اكو مواقف سابقه حفظت للسيد المشهداني. هذه المواقف تاتي بسبب يعني استحضار المرحله السابقه، دور المرحله السابقه، تدري كل الصفات هم يريدون مؤسسه تشريعيه مستقره. دور الحلبوسي في البرلمان دورا سلبيا كبيرا، وكان سلطويا دكتاتوريا لم يعطي فرصه ومساحه. كلنا نتذكر ايام التحالف الثلاثي، وانا اذكر الاطار واذكر نواب الاطار. الذهاب باتجاه اعاده احياء مرشح الحلبوسي ايا كان، مع احترامنا قلت للدكتور المشهداني، هو اعاده انتاج مره اخرى. نعم سيد المشهداني غير سيد الحلبوسي، له شخصيه مختلفه، له راي مختلف، له وضع مختلف. لماذا لم يتم ترشيح شخصيه من 32 عضو مجلس نواب لتقدم وذهبوا باتجاه ائتلاف او خروج؟ هسه واحد يقول لك ما فتحوا الباب، يعني ذول ال 32 لا يوجد بهم مؤهل مع احترامنا لهم، لكن لانه سالم العيساوي من الأنبار هو يريد أن يبعد المنصب عن الأنبار بقدر الإمكان. أولاً الأنبار مو حكر لا يجوز من الممكن أنه هذا الشخصية الوحيدة اللي يتوافق عليها مع السيد المالكي. من؟ هذا الممكن أنه هو اضطراراً ذهب ليس اختياراً طبعاً اضطراراً إجباراً واضطراراً، لأنه إذا راجعنا المواقف المخزية بحق المشهداني السابقة اللي صدرت من تقدم بصراحة يجب أن يغلق. اصلا ما ممكن تتصور انه في يوم من الايام، نعم هي السياسه مصالح وبراغماتيه وهويات، وبالنتيجه صديق اليوم او خصم اليوم صديق بكره، لكن بنفس الوقت السياسه بها ثوابت.
أنا أقول للإطار التنسيقي إلى دور، ورسالتنا إلى النواب لا ندعم شخص على حساب شخص بالمطلق، لكنه أنا أقول اسألوا عقلكم من هو الأصلح، من هو الأرجح، من هو اللي ممكن أن يكون عنده فاعلي. هم نفسهم الأخوان في تقدم كانوا يحشون يقولون مكن الشباب، تمكنون الشباب لو تمكنون الشياب، وهي هنا الإشكالية. نعم هناك دور مهم للسيد المشهداني في العملية السياسية، هذا لا ينكر ومحفوظ، ولكن السؤال هنا هل لديه القدرة على إدارة دفة مجلس النواب في المرحلة القادمة؟ هل يستطيع أن يتواكب مع حجم تعرف لكل ظروف، لكل زمان، لكل مرحلة سياسية مختلفة؟ إذا كل هذه الأمور اللي ذكرتها ويعرفها الإطار التنسيقي دكتور عمو، شو اللي جابرني اليوم مثلا حتى أخلي نفسي بموقف أنه من الممكن أن أكون معرقل لعملية التصويت أو اختيار مجلس رئيس مجلس النواب؟ يعني كثير من التحديات هي موجودة بحقيقة الأمر. موضوع يعني ما ذكرته قبل قليل بخصوص محافظة الأنبار والقلعة الحصينة اللي هي اللي تعد السيد الحلبوسي، وفي حال كان هنالك أي شخصية جديدة تأتي من الأنبار سوف يعني ربما تزيح نفوذ السيد الحلبوسي عن تلك المنطقة. كلها هي سيناريوهات وربما البعض منها صحيح والبعض منها خاطئ، وهي بمآل الأمر يعني لا تخدم البيت السني بكل الأحوال. إذا ما ذهبنا إلى استقرار حقيقي يذهب باتجاه دعم الدولة، لكن موضوع مجيء السيد المشهداني وجل الاحترام له وأنا أعزه وأقدره وحقيقة شخصية مرموقة له دور كبير في أيام بعد عام 2003، وأعتقد بأنه هو يندرج ضمن قائمة الحرس القديم أو الرحيل الأول الذي جاء بعد التغيير، واليوم أصبح هو يعني هو ومن وزملائه ورفاقه الذين كانوا في الماضي موجودين معه. دكتور عمر يذهبون باتجاه يكونوا آباء مؤسسين. سر الطبخة اللي اليوم نشوف أنه الحلبوسي يطرح السيد المشهداني كمرشح ويعني اتفاقه مع جهة سياسية داخل إطار التنسيقي على دعم هذا المرشح والأطراف الأخرى، يعني وهذا أمر طبيعي. الرجل يرى بأن شخصية السيد محمود المشهداني هي متقاربة جدا مع التطلعات التي يذهب إليها، وهو رجل من بغداد وليس من محافظة الأنبار، وهذا يبعد خطر أن تكون هنالك إزاحة سياسية ناعمة لنفوذ السيد الحلبوسي في محافظة الأنبار على اعتبار بأنه قد حقق مكتسبات كبيرة في هذه المحافظة ابتداء من المحافظ ومجلس المحافظة وبقية الدوائر والمؤسسات الخدمية، وهذا أمر طبيعي ومشروع للسيد الحلبوسي. لكن فيما لو كان هنالك فصل للملفات، سالم العيساوي سيأتي لكي يكون رئيس مجلس نواب ورئيس مجلس نواب عراقي وليس كزعيم سياسي سني، هو لا يطرح نفسه كزعيم سياسي سني وإنما يطرح نفسه كشخصية قادرة على إدارة ملف البرلمان على اعتباره بأنه هو اختصاص قانون وشخصية قد واكبت العملية السياسية منذ فترة طويلة. جيد. ولا يوجد لديه ملفات تحدد هذا الشيء. نتحدث بلغة الأرقام عن جلسة يوم غد وفق التسريبات والمعلومات المتوفرة لديكم، شنو توقعاتك؟ يعني توقعاتي بأن لن تكون هنالك جلسة أول يعني جولة أولى تحسم من خلالها. إيش قد من الممكن أن يحصل السيد المشهداني؟ يعني من الصعب جدا حقيقة التكهن وفق حسابات الحقل والبيدر، لكن ذكر زميلي أستاذ حيدر قبل قليل بموضوع أنه قادة الإطار اليوم أعطوا الأريحية للنواب الإطار التنسيقي باختيار من هو الأنسب، وهذه نقطة إيجابية جدا سوف ترفع الضغط على النواب والحرج من أجل أن يقيموا ببوصلة العقل من هي الشخصية التي يروها مناسبة للجلوس ومسك منطقة البرلمان. هذه نقطة إيجابية جدا. أعتقد بأن حظوظ السيد سالم العيساوي هي قوية جدا، لكن بمآل الأمر السيد محمود المشهداني هو سوف يكون له أيضا حظوظ قوية. جيد دكتور حيدر، توقعاتك بالأرقام حول جلسة يوم غد، وشون تشوف هل أيضا راح يتم الحديث عن رشات توزع وشراء أصوات
نتحدث عن أريحية التصويت بالنسبة للنواب داخل المجلس؟ والله قضية الرشا هي هذه اللي نحذر من عدها. قضية بيع وشراء هذه بصراحة كلما تخرج أو كل ما يكون هناك مرحلة حسم لمنصب معين لا سيما في المؤسسة التشريعية نسمع، ومن هم النواب نفسهم يتحدثون أنه أكو سمسار كذا، واحد قاعد بالكافيتيريا، معيبة زين، معيبة تفقد ثقة الناس بالمؤسسة التشريعية. شو يريد ياخذ يعني النائب؟ سيارة، مبلغ من المال، ياخذ لك كاديلاك وكم دفتر، كم دفتر. وبعدين يعني حقيقة أريد أقول فد كلمة، عار على نائب أن يقبل بهذا. أصلا هذا أي شخص يعني تم الحديث عنه أو يثبت عليه أنه هكذا، أنا برأيي يجب أن يحاكم، وحكمه لا يقل عن الإعدام، لأن هاي خيانة، خيانة للأمانة اللي يحملها، خيانة لأصوات الناس، خيانة للانتماء، خيانة لولاء للبلد. وهو بالتالي هذا ممكن أن يتخابر مع أي دولة أخرى تجي تطيع عرض أكبر، مليون مليونين دولار يمكن يبيع كل شيء. فأقول أنصحهم هؤلاء اللي البعض من عندهم يسعى ويذهب باتجاه اتصالات أو تواصل من أجل إغراء النواب بكاديلاك أو كذا، إحنا نعرف عمر المزورين، عمر الخونة، ما استطاعوا أن يوم من الأيام أن يغيروا معادلة. بالنتيجة أنا أكبر هذه المؤسسة التشريعية وأكبر الناس الثقات من عندهم، بالنتيجة هي مؤسسة بها أشكال ألوان، لكنهم إن شاء الله كلهم بنفس المستوى. وبالتالي ندعو السيد رئيس مجلس النواب الإنابة لمتابعة ومراقبة هذا الأمر. لا أعتقد أنه السيد المشهداني يحصل على أكثر من 100 مقعد، 100 مقعد للسيد لا أعتقد علي. وقد تحسب من الجلسة الأولى. موقف الأحزاب الكردية الديمقراطي والاتحاد لما سيكون؟ هذا موقف الديمقراطي أعتقد تغير، كان في السابق مع مشهداني في الجلسة الأولى، تعرف حضرتك في الجلسة التي سبقت كان 47-48 مقعد حصل السيد المشهداني رغم اتفاق الإطار داخل. يمكن هو أصعب توقع هي جلسة الغد، ما محزورة بعد عندك مستقلين وغيرهم. زين مستقلين أنا أعتقد أغلبيتهم ويا الأستاذ سالم، تدري شاب ويعرف يحبوه الشباب، وبالنتيجة هو جزء من عندهم، فاعل ومتفاعل داخل مجلس النواب، أكو مؤشرات جيدة. دكتور عمر بثواني الوقت داهمنا، الأحزاب الكردية لمن ستكون داعمة في جلسة الغد؟ أنا ذكرت لك قبل قليل بأن الخمس ساعات الأخيرة هي سوف تحدد خارطة الطريق المقبلة. هي محددة بس يعني، لكن وما كما ذكر الدكتور هايدر يعني هي محددة لكن لا يوجد ضمانات. صحيح. المتغيرات اللحظية هي من تلعب دور، تليفون واحد من قبل قادة الأطراف السياسية هم سوف سوف يكون. عمر يقول اللي يمشي على رجليه ما ينحلف عليه. إذن ساعات قليلة إن شاء الله. ولو الباحث في الشأن السياسي الدكتور عمر الناصر، أشكرك جزيل الشكر، وأيضا رئيس مؤسسة نرامسين للحوار الدكتور حيدر البرزنتش، حياك الله وبيك، أهلا ومرحبا. إذن مشاهدينا مستمرين معكم، ختام ملفنا الأول بأبرز ما جاء في منصة إكس حول جلسة البرلمان ليوم غد.
إذن مشاهدينا، ملفنا الثاني راح يكون عن انطلاق موسم الحج رسميا، بانطلاق أولى الرحلات الجوية للحجاج العراقيين إلى الديار المقدسة. ونفتتحها مع ضيفي في الاستوديو ممثل وزارة الصحة في مديرية العمليات والخدمات الطبية الأستاذ عبد المنعم كامل. أهلا بحضرتك أستاذ. أهلا بجنابك. بداية لكل موسم حج خطة صحية أستاذ، ما هي الخطة اللي وضعتها وزارة الصحة هذا العام لموسم الحجاج العراقيين في الديار المقدسة إن شاء الله؟ تفضل. يعني مثلا أستاذ، إن شاء الله هذا الموسم أعددنا خطة بالتوجيه من سيد من الوزير الصحة مهدي صالح الحسناوي، وبإشراف مدير عمليات والخدمات الطبية طارق فاضل الرباعي، وبإشراف مباشر من قسم من مدير قسم الإسعاف الفوري الدكتور زيد. أعددنا هذه الخطة بأن تكون هذه الخطة هالمرنة وبها من الخطة، حيث هيئنا جميع سيارات الإسعاف، هيئنا جميع سيارات الإسعاف إضافة إلى مراكز طوارئ على طريق سير طريق سير الحجاج إلى منفذ العراق. هذا بالنسبة للتفويج البري، تتحدث داخل العراق. أما بالنسبة عن طريق الجو، عن طريق الطائرات، فهيئنا مراكز صحية في جميع المطارات، إضافة إلى سيارات الإسعاف متخصصة، إضافة إلى مراكز صحية متخصصة في هذا المجال، إذا صار لا سمح الله أحد الحجاج حالة صحية أو توعك صحية، فموجودين أطباء اختصاص في جميع الاختصاصات. عندنا كوادر ترافق الحجاج إلى الديار المقدسة. هاي الخطة هالمرة صارت فيها شنو؟ أن تكون هيئنا إلى التنسيق مع هيئة الحج وعمليات بغداد والعمليات المشتركة، بأن ترافق كل القوافل سيارات إسعاف من تجمع القوافل إلى منفذ عرعر. راح ينطلق سيارات إسعاف مع كل قافلة تنطلق سيارات إسعاف إلى منفذ عرعر. جيد. يعني ماكو وفود مثلا تصل إلى الديار المقدسة، يعني مهمتكم تنتهي بمجرد الوصول إلى المنافذ الحدودية. بالضبط. وعندنا احنا فريق بوزارة الصحة، هيئة فرق صحي، فرق طبية وصحية، حاليا أول فرقة ذهبت إلى الديار المقدسة. حاليا أول فرقة وصلت إلى مكة المكرمة، وصلت لتهيئة المراكز الصحية وانتشار إلى جميع الفنادق الموجودة في مكة المكرمة. هذه المراكز الصحية عراقية تابعة لوزارة الصحة العراقية داخل الديار المقدسة؟ بالضبط. حاليا موجودين فرق طبية وصحية، وصلت أول فريق طبي إلى مكة المكرمة. أول فريق حاليا هو 150 من طبيب وصيدلي وكوادر صحية وكوادر ساندة، حاليا موجودة راح توصل إلى الديار المقدسة، تشرف على جميع المراكز الصحية العائدة إلى هيئة شنو واجبات هذه الكوادر داخل الديار المقدسة؟ أيضا إذا تتحدثنا عن بعض المعوقات ربما حصلت بالسنوات السابقة وكيف تم معالجتها خلال هذا العام. إحنا المعوقات إن شاء الله كل سنة أكو، يعني تصير معوقات مو مصيبة، بس إحنا عندنا موجودة الفرقة الطبية والكوادر الأطباء من الكوادر اللي معروفة عنها، كل سنة تأخذ الأول. كل سنة كوادرنا في يعني مو فقط ممتاز. حجاج العراقيين، كل الحجاج احنا، حتى الدول الباقية احنا حجاجهم يجون، وأطبائنا معروفين عنهم وكوادرنا معروفة عنهم، بهذه يساعدون كل الحجاج يتم علاجهم. جيد. إذا تسمح لي أستاذ عبد المنعم، أنتقل إلى مراسلنا من مطار بغداد الدولي شيبان سامي. شيبان مرحبا بحضرتك، كيف تسير أجواء انطلاق أولى رحلات الحج إلى الديار المقدسة من مطار بغداد الدولي؟ تفضل. نعم، يعني دقائق قليلة وسوف يبدأ المؤتمر للهيئة العليا للحج والعمرة، يعني قليل، يعني دقائق قليلة وسوف يبدأ هذا المؤتمر. الهيئة ذكرت بأن سوف يكون هناك انطلاق أولى رحلات من مطار بغداد الدولي إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة، حيث أكملت كافة استعداداتها لإنجاح عملية التفويج الجوي، إضافة إلى تفويج الحجاج جوا، سيكون عبر المطارات العراقية الست، بغداد،
والنجف الأشرف والبصرة وأربيل والسليمانية وكركوك، إضافة إلى انطلاق القوافل الحجب البرية من محافظتهم، سوف يكون اعتبارا من يوم 22 من الشهر الجاري، وبمعدل نحو 100 حافلة يوميا عبر منفذ عرعر الحدودي. إضافة أكدت الهيئة بأنها جهزت 880 حافلة سياحية حديثة ومكيفة لنقل الحجاج من محافظاتهم إلى الديار المقدسة، فيما أنهت كافة الأمنية والخدمية لإنجاح خطتها الخاصة بالتفريج البري، إضافة بأن القوات الأمنية متواجدة يعني أكثر من 50 مرابطة أمنية تشرف عليها 3 قواطع، وانتشار لمختلف الآليات العسكرية من القوات الأمنية والحشد الشعبي، إضافة إلى يعني طائرات المسيرة وأجهزة التشويش لتأمين سماء الطريق، إضافة إلى هناك يعني خدمات طبية منتشرة طوال على طول الطريق، هناك استنفار أمني وجهد طبي متواصل لإنجاح هذه العملية. نعم جيد. شيبان، في أي ساعة تحديدا ستنطلق أولى الرحلات المتوجهة إلى الديار المقدسة، وأيضا بما أنه أنت حاليا داخل مطار بغداد الدولي وقريب من الحجاج العراقيين الذين سيتوجهون إن شاء الله، ما هي أبرز الأمور التي لفتت انتباهك أو ماذا شاهدت خلال تحضيرهم للانطلاق إن شاء الله؟ تفضل. نعم نعم، يعني بدأت وافد الحجاج يعني من هذه اللحظة حتى الساعة 12 بعد منتصف الليل، يعني سوف تكون الانطلاقة الفعلية عند الساعة 3 بعد منتصف الليل إلى الديار المقدسة. هناك أيضا استعدادات كبيرة وهناك أجواء جدا ملائمة ومناسبة لسير هذه العملية. نحن بانتظار وصول كافة الحجاج، وأيضا ننتظر بعد قليل كما نوهت قبل قليل بأنه سوف يبدأ المؤتمر الخاص بالهيئة العليا للحج والعمرة. جيد، هل لديك معلومات عن عدد الرحلات أو أيام الرحلات التي سيفوج خلالها الحجاج إلى الديار المقدسة؟ يعني سوف تكون يعني ربما بمعدل نحو 100 رحلة يوميا سوف تكون عبر المحافظات، وأيضا المطارات التي ذكرتها قبل قليل سوف تكون هناك قرابة 100 رحلة يوميا. نعم، مراسل قناة الأيام الفضائية شيبان سامي، أشكرك جزيل الشكر من داخل مطار بغداد الدولي. أستاذ عبد المنعم، أعود لحضرتك، أغلب الحجاج أو أكثرهم كما تعلم حضرتك أنه كبار في السن ويحتاجون إلى رعاية صحية خاصة، ما هي أبرز الحالات التي تتعاملون معها، وهل لديكم كوادر ترافق الحجيج إلى الديار المقدسة وهم متمرسين على ربما حالات خاصة وحالات صعبة حتى تصل إلى العمليات الطارئة؟ بالضبط، احنا عندنا هالسنه خاصه هالسنه لان اكثر الحجاج هالسنه يمكن هم كبار السن حسب ما اعلمتنا هيئه الحج هالمره، لان عندنا غرفه عمليات هسه مشتركه بينهم بين هيئه الحج وبين القوات الامنيه موجوده في المنطقه الخضراء، فهل موجودين هالمره هيئه الحج اعلمتنا ان اكثر الحجاج هاي السنه اكثرهم من كبار السن، فهيئنا احنا عندنا طواقم كامله طبيه وصحيه متمرسة بكل الحالات الطارئة اللي سمح الله يصير، فموجودين يعني بإمكانهم يعني يقومون بالواجبات الإسعافية والطبية في أي لحظة. فهالمرة قلنا في هذه السنة صارت عندنا انطلاق سيارات الإسعاف مع قوافل الحجاج إلى منفذ عرعر، وهي أول سنة تصير عندنا. نعم. يعني بالموافقة دائما احنا المحافظة تسلم المحافظة، هالمره لا، كل المحافظات تنسيق مع دوائر الصحه وقسم العمليات اللي موجوده في دوائر الصحه بان تكون هناك سيارات اسعاف ترافق كل القافلات تنطلق تجمع القوافل في المحافظات من ضمنها بغداد. جي. والمحافظات. استاذ عبد المنعم، بما ان وزاره الصحه هي المسؤوله عن اعطاء اللقاح الى الحجاج قبل مغادرتهم، ما هي الاعداد المسجله لديكم عن عدد الذين تلقوا اللقاح قبل توجههم الى الديار المقدسة؟ تقريبا هي بس هو تقريبا عندنا 39,000 حاج يعني تقريبا هذا حاليا، فكلهم اخذوا اللقاح، كل 39,000 هالمره يمكن تقريبا الرقم، كلهم اخذوا اللقاح يعني قبل ينطلقون. عندنا في مراكز صحيه دعوا كل الحجاج بان ياخذون اللقاح قبل المغادره الى عدد المراكز اللي تعطي هذا اللقاح في بغداد وحتى المحافظات.
كل محافظات بها مراكز صحية هي تعطي اللقاح، أي مركز صحي بهذا اللقاح موجود، ودعتهم وزارة الصحة بأن يتم أخذ اللقاح قبل المغادرة إلى الديار المقدسة. نعم. طيب إذا نتحدث عن الحجاج العراقيين داخل وهم يؤدون مناسك الحج، إن شاء الله نتمنى السلامة لجميع الحجاج العراقيين، لكن في بعض السنوات تحدث من التدافع وربما من الذين يعانون من أمراض مزمنة وغيرها تحدث بعض حالات الوفيات، كيف تتعامل وزارة الصحة مع هذا الموضوع حتى ربما تستطيع أن تستلم جثامين هؤلاء؟ بالنسبة للجثامين، أكثر الجثامين تقريبا هناك تدفن، هي الجثامين نعم تدفن هذه الجثامين دائما في مكة المكرمة، أما اللي يريد يرجع إلى العراق فعندنا هناك الكوادر وإضافة إلى السفارة الموجودة هناك، فيتم التنسيق ما بين كوادر الطبية والصحية وما بين الجانب السعودي والسفارة العراقية هناك بنقل الجثامين إلى الأرض الوطنية. طيب تحدث لي عن تنسيق كوادركم الصحية وزارة الصحة العراقية مع وزارة الصحة السعودية والكوادر الطبية هناك. هناك أكو تنسيق عالي، لأن إحنا أكو رئيس الوفد هو دكتور رياض مدير الصحة العامة، هو هناك موجود تنسيق مع الجانب السعودي بالكوادر الكوادر الطبية والصحية، هناك تنسيق عالي المستوى، وموجود ما بين هيئة الحج موجودة من هناك، عندهم غرفة عمليات داخل في 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 المكة المكرمة، فيصير التنسيق إذا أي طارئ أي شيء فموجودين الكوادر الطبية والصحية. نعم، ممثل وزارة الصحة في مديرية العمليات والخدمات الطبية الأستاذ عبد المنعم كامل، أشكرك جزيل الشكر، شكرا جزيلا، أشكرك جنابك. إذن مشاهدينا، ختام حصاد الليلة بموجز يلخص أبرز أخبار اليوم. أمين بغداد يؤكد تنفيذ مشروع مترو بغداد العام الجاري من شركة استثمارية رصينة. محافظة بغداد تعلن تحديد 25 من الشهر الجاري موعدا لتنفيذ تعداد سكاني تجريبي في ناحية الرشيد. الأمانة العامة لمجلس الوزراء تنفي تعرض منصة غرامة للاختراق الإلكتروني. البيئة تؤكد قرب إعلان محافظة ذي قار خالية من التلوث الإشعاعي. الأمن الوطني تعلن تفكيك إحدى أخطر شبكات تجارة المخدرات والتهريب. مشاهدينا، حصاد الليل انتهى، شكرا لكرم المتابعة وإلى اللقاء.